العالمين. أحيل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد كلها أمين. السبت ده هو السبت الرابع اللي فيه مع بعضنا، اتكلمنا في الأربع سبوت أو هنتكلم في الأربع سبوت دول على موضوع واحد بس، هي محاضرة واحدة كل الأربع سبوت دول، محاضرة واحدة. السيد المسيح بيخاطبنا بيقول لنا أنتم، أول مرة في السبت الأولاني اتكلمنا أنتم ملح الأرض، وبعد كده اتكلمنا أنتم نور العالم، وبعد كده السبت اللي فات قلنا أنتم في العالم ولكنكم لستم من العالم، وبعد كده النهاردة بنعمة ربنا يسوع المسيح بقى عايزين إحنا إيه، هو عمال يمدح فينا وعمال يعلينا. طب إحنا عايزين نقول له أنت مين يا رب بالنسبة لنا بقى؟ راح هو برضو قال لنا أنتم من تقولون إني أنا. يعني النهاردة ربنا يسوع المسيح يقول لنا طيب أنا قلت لكم أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض وأنتم في العالم ولكنكم لستم من العالم، طيب انتم بتقولوا عليا انا ايه بقى؟ كل واحد يسال نفسه انا بالنسبه لي ربنا يبقى ايه؟ طبعا الله بشمطر لنا نفسه ليه موضوع كبير قوي في مين ربنا بالنسبه لك. انما في عجاله كده عايزين نقول الناس بتقول على ربنا ايه؟ كتير قوي بنمشي في البلاد الغربيه ويقول الامور كلها مش بفعل الله. لا ده بالعقل. بالعلم وجد الكون، بالعلم وجد الكون بالعقل. الكلام ده كله طبعا ايه، احنا كمسيحيين مؤمنين ان في يد قويه جدا هي يد الله لها القدره على الخلق من العدم. عشان كده ربنا يسوع المسيح كان بيقول ليكن نور فكان نور، يقول للشيء يكن حالا دلوقتي فيكن حالا دلوقتي. انتم بقى بتقولوا على ربنا هو مين؟ كل الناس طبعا بتتعامل مع ربنا على انه واحد غافل الخطايا. طب كويس، حلو ان انت بتتعامل مع ربنا انه غافل الخطايا، انا ارتكب خطيه وهو حنين يغفر لي الخطيه، زي المفلوج ما غفر له خطيه، زي الزانيه ما غفر له خطيه، زي ما بيغفر خطايا الناس كلها، زي ما نزل من على الصليب وغفر خطايا كل من يؤمن به لا يهلك بل تكون له حياه ابديه. يبقى ربنا بالنسبه لنا هو غافل الخطايا كويس، ده أمر جميل، أمر محمود جميل. طيب الله بالنسبة لنا برضو مش غافل الخطايا بس، لا ده مانح العطايا. كتير مننا يفضل يطلب من ربنا يا رب ادينا، حتى في معجزة صيد السمك، ها يا رب تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيء. قال لهم طب عايزين تسمعوا كلامي؟ خشوا للعمق اصطادوا. أول ما دخلوا العمق وسمعوا كلام ربنا، ربنا كان بالنسبة لهم إيه؟ مانح العطايا. في عرس قانا الجليل ليس لهم خمر يا رب، يعملوا ايه؟ الناس عندهم حفل وعندهم احتفال كبير وعرس، طب يعملوا ايه؟ مفيش خمر. بالنسبه لهم ربنا هو ايه؟ مانح العطايا. طب حضروا لي، هاتوا الخمس خبزات والسمكتين، هاتوا الابريق دي او الاجران دي وملوها ميه وربنا يتصرف. يبقى ربنا كان بالنسبه لهم مصدر عطاء. ده كويس برضه، دي حاجة كويسة إن احنا نتعامل مع ربنا على إنه مصدر عطاء. في كتير مننا بيتعامل مع ربنا على إنه الله القوي اللي يقدر ينتهر الريح. مش هو اللي انتهر الأمواج وأسكت البحر من الهيجان؟ هو الله القوي، احنا بنتعامل مع الأساس كده. هو اللي هدى الريح، هو الله القوي، هو له السلطان على الطبيعة. ده بالنسبة لبعض الناس. بالنسبة لبعض الناس آخرين، الله بالنسبة لنا هو الله العادل، اللي هو هيجي يوم الدينونة يفرق ما بين الخطاة وما بين المؤمنين. عشان كده يقول للغير أو للأشرار، للغير أبرار يعني، اذهبوا عني يا ملعين إني لا أعرفكم. ويقول للأبرار أو يقول لكل واحد كان كويس، نعما أيها عبد الصالح الأمين، كنت أمين في القليل سأقيمك على الكثير. ده ربنا بالنسبة لنا، ربنا هو العادل، ربنا هو الديان في الآخر. عشان كده في بعض الناس تخاف لما بيصليش، يخاف إنه بيصليش، لما بيقربش من الأسرار يخاف، لما ما بيتقربش من ربنا يبقى العهد الآن، لأن بالنسبة لربنا أو بالنسبة له ربنا الله العادل. يا ده أنا ما وصلتش النهاردة أحسن ربنا يعمل فيا حاجة، ده أنا مش كويس السنة دي، يمكن ربنا يجيب لي مرض،
ده انا السنه دي كنت بعيد خالص في الصلاه والصوم والكتاب المقدس، لا ربنا ممكن يحصل فيا حاجه بسبب كده. ده بالنسبه له ربنا كده، بالنسبه له ربنا العادي، الله العادي، بعض الناس الله القوي، بعض الناس مانح العطايا، بعض الناس غافل الخطايا. طب ربنا تعالوا بقى ايه لما جه عايز يقول لنا انا بالنسبه لكم ايه وهو الرد. تعرف يوم ما قال حينما صليتم فقولوا ايه؟ يا ابانا. تعرفوا بقى لما واحد انت خايف منه، خايف منه، او واحد هو مصدر العطاء بالنسبه لك، او واحد هو مصدر الغفران بالنسبه لك، بعد كده تقابله وتقول له اعمل ايه؟ يقول لك تعالى حبيبي قول لي يا بابا، قول لي يا بابا. هو ده ربنا النهارده. ربنا النهارده يوم ما قال لنا متى صليتم فقولوا يا ابانا الذي في السماوات، ما قالش قولوا لي يا الله الديان، يا الله غافر الخطايا، يا الله مانح العطايا، يا مولانا، يا منتقم، يا جبار، يا الكلام ده كله خالص. بل قال لنا ايه؟ قولوا لي يا ابانا، قولوا لي يا بابا. طب فكركم انت لما ابنك يطلب منك حاجه مش تبقى عايز تقدم كل ما عندك؟ الكتاب المقدس كده قال كده، ابنك يجي يطلب منك رغيف تديله حجر مش هيحصل، ابنك يجي يطلب منك سمكه تديله عقرب مش هيحصل. انتم وانتم اباء بشريون تفعلوا هذه الافعال الحسنه، فما بالكم بقى بابونا السماوي؟ هو ده ربنا المفروض يكون بالنسبه لنا. ربنا بالنسبه لنا هو اب. عشان كده ربنا يوم ما وصانا في الوصايا العشره قال حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. حب ربنا من كل ما تملك. ليه؟ لان غير المستطاع عند الله او غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. النهارده لازم كلنا نفكر في ربنا بطريقه مختلفه. ربنا ده اب، وعلشان هو اب تملي في الكتاب المقدس يقول لنا لا تخاف. جاي في الغربه ما تخافش، ده لو انت جايب ربنا معاك. انما لو انت سايب ربنا في مصر، ولو انت سايب ربنا في بلدك وجاي عشان تشق طريقك لوحدك في البلاد التي تعطيك سمنا ولبنا والاخره، لا خد بالك، ده ممكن هنا يكون بالنسبه لك اصعب من البلد اللي كنت فيها. ممكن يكون اصعب من البلد اللي كنت فيها. لو انت فاتح مشروع جديد فاكر خلاص بقى وصلت وانا بقيت امتلك ما امتلكه من المال، وهو المال يحميني بقى، المال زي ما يقولوا كده ماني توب طبعا. لا خد بالك، لو ربنا مش جنبك كل ده هيخوفك اكتر من الاول. انما اللي ربنا بالنسبه له هو الاب، الاب النهارده بيقول لنا لا تخاف. والسؤال بتاعنا ليه ما نخافش بقى؟ اذا كان احنا ساعات بنخاف من ربنا، اقول لك ما تخافش من ربنا. حب ربنا مش تخاف منه. ما تخافش من ربنا لان الهنا واحد يبحث عن الخاطي في كل مكان. خدوا بالكم ربنا يسوع المسيح لما جه كده كانه بيفتش على الخطاه، كده كانه بيدور على ابره في كوم قش. وكل خاطي يلاقيه يبتدي يتعامل معاه بالطريقه اللي تناسبه. خدوا بالكم على البير كان مستني السامريه. حد يروح على البير الساعه 12 الظهر تقريبا او 3 الظهر مش فاكر التوقيت ايه، ولكن حد يروح على البير في الساعه 6 النهار ولا 9 النهار، حد يروح على البير في التوقيت ده؟ ما حدش بيروح هناك. لا، السامريه كانت ست خاطيه فكانت بتهرب من الرؤيه، مش عايزه حد يشوفها. الناس كلها تخرج او البنات كلها تخرج تملى الاباريق والزلع والكلام ده كله الفجريه، هي خرجت وقت الظهريه عشان ما حدش يشوفها لانها منبوذه من المجتمع. لقيت مين هناك مستنيها؟ ربنا يسوع المسيح. هو كده يبحث عن الخاطي في كل مكان. ربنا هتلاقيه لو انت عايز تلاقيه في بيت الجيران. كان موجود ساعه ما سمعان دعا السيد المسيح، وربنا موجود عند الجيران. هتروح عند الجيران تلاقي ربنا. ربنا كان موجود مستني واحد على الشجره. زكى طلع على الشجره مع انه راجل محترم في البلد وراجل ذو شأن وذو جاه في البلد، ولكنه قصير شويتين مش هيعرف يشوف السيد المسيح، فجري وطلع على الشجره فقد وقال، وطلع على الشجره يشوف المسيح. يا ترى المسيح قال لك مش مهم الراجل ده، انا عندي زحمه؟ لا، فضل مستني زكا يطلع على الشجره، وراح باصص لزكا لوحده وقال له انزل اليوم يكون خلاص لك ولاهل بيتك. ربنا بيكون موجود حتى في طريق الشر. شوف بيبحث على الخطف في كل مكان ازاي.
حتى في طريق الشر وانت رايح تصنع شر. ربنا بتقول ايه؟ شاول الطرسوسي كان رايح يكتف المسيحيين ويقودهم في شوارع دمشق للولاة ويقودهم عشان يتسجنوا. ومين قابل شاول في أعمال 9؟ ربنا يسوع المسيح. حتى في طريق الشر يا رب عمال تدور على الخطأ ده، وهو خلاص أخذ القرار. وهو بولس الرسول نفسه كنت مفتريا. تعرفين مفتريا؟ مضطهدا لكنيسة الله ومفتريا. كان بيفتري على كنيسة ربنا وعلى أولاد ربنا. ربنا قابله في طريق الشر. ربنا ممكن يجي يقابلك في الكنيسة طبعا، لأن دي بيت ربنا. ممكن أنت جاي عشان تتوب هتقابل ربنا، لو أنت عايز تقابل ربنا. ربنا هتلاقيه في مكان العمل، ما تتحججش إن ما عندكش وقت. حتى في مكان الشغل هتلاقي ربنا. افتكروا متى اللي هو لاوي كان قاعد في مكان الجباية في الشغل، قعد على ربنا يسوع المسيح قال له إيه؟ اتبعني. ترك كل شيء وتبعه. أهم حاجة مش الركع على ربنا هنقابله فين. ربنا موجود في كل مكان، الركع عليا أنا. أنا قلبي مستعد أمشي مع ربنا، ولا أنا الدنيا لاقياني، ولا أنا الأمور واخداني، ولا أنا مشاغلي مهموم بيها ومشغول بيها. فخد بالك ربنا حتى في الشغل هتلاقيه. صدقوني حتى على فراش المرض وفراش الموت هنلاقي ربنا موجود. المخلع كان بقاله 38 سنة مشلول، مفيش أمل للشفاء بقى خلاص، مفيش أمل للشفاء. تريد أن تبرأ؟ قال له ليس لي أحد يلقني في البركة ما تتحرك الماء، فبينما أنا آت ينزل قدامي آخر. يعني مفيش أمل أنزل وخف. قال له طب خلاص أنت عايز تخف، قوم احمل سريرك وامشي. في مكان الخطية نفسه، مش في طريق الخطية، في مكان الخطية كان مستني يوحنا القصير وبئيسة. لما دخلوا بيت من بيوت الخطية لقوا ربنا موجود. عشان كده ربنا بالنسبة لنا أب، إلهنا يبحث عن الخاطي في كل مكان. إلهنا أيضا أيها الأحباء ينتظرنا طول الزمان، مش بيبحث علينا في كل مكان وبس، لا ينتظرنا طول الزمان. سامرية استناها قد إيه؟ نحو الساعة السادسة وهو مستنيها. اللص اليمين استناه قد إيه؟ استناه طول عمره. عاش زي ما بنقول في خميس العهد كده، عشت زمانك كله في غابات أورشليم. حرام حرام، عايش في غابات أورشليم واتحكم عليه بالإعدام، وخلاص فاضل نص ساعة ولا ساعة ويموت. لا أمين، مستنيه في آخر عمره ربنا يسوع المسيح. بس لما هو رجع اذكرني يا رب في ملكوتك، او متى جئت ملكوتك، قال له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. ربنا بينتظر وما بيأس. فاكرين الابن الضال ربنا انتظره قد ايه؟ ربنا بيمثل الاب ساعه ما كان منتظره. مجرد ما الراجل كده خد قرار، وانس اخذ القرار، اقوم وارجع الى ابي واقول له اخطات يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بل اجعلني كاحد اجرائك. أبوه يقول الكتاب المقدس ونظر إليه من بعيد ورقد ووقع عليه وقبله. ده إيه ده؟ هو ده ربنا. ربنا بتاعنا إلهنا يبحث عن الخاطئ في كل مكان، إلهنا ينتظرنا طول الزمان، إلهنا أيضا أيها الأحباء معنا في كل آن. مش بس يبحث عن الخاطئ في كل مكان ولا ينتظر طول الزمان، لا معنا في كل آن. هو اللي قال في الكتاب المقدس كده، قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بس يجي ربنا، اوعى تفتكر إن ربنا قاسي، اوعى تفتكروا إن ربنا يعني طالما خد قرار إن أنت خاطي يبقى خاطي. لا، لو أنت على فراش الموت ربنا ينتظرك، انتظر كلمة منك، كلمة واحدة. وأنا على فراش الموت نص ساعة وموت، بس قول بس اقبلني يا رب، توبني يا رب، اذكرني يا رب، متى جئت في ملكوتك. يقول لك ايه؟ طب النهارده تكون معايا في الفردوس. هو ده ربنا بتاعنا. الهنا مش فقط غافر عطايا، غافر خطايا ولا مانع عطايا، ولا الهنا قوي ولا الهنا عادل وفقط، لا، الهنا اولا واخيرا اب. اب، عشان كده هو قال متى صليتم فقولوا يا ابانا الذي في السماوات. الهنا قال في الكتاب المقدس كده، انا هو وهو امس واليوم والى الابد. عشان كده القديس أغسطينوس يقول كنت معي ولكن من فرط شقاوتي لم أكن معك. عارفين أغسطينوس؟ أغسطينوس ده عاش حياته كلها في الخطية،
لدرجه ان مامته كانت بتقعد تبكي على باب الهيكل لابونا بتاع الكنيسه اسمه القديس امبروسيوس، قال لها في مره ابن الدموع لن يهلك ابدا، وهي كانت بتبكي كانها مجنونه، انها مجنونه بتعيط على الواد 20 سنه لان ابنها كل ما تنتظره ابنها عمال يبعد اكتر، لدرجه ان اغسطينوس يقول كده القصه بتاعته خلف ولد في الحرام، وكان سن اغسطينوس 17 سنه وخلف ولد في الحرام وامه عايزاه يرجع لربنا. بعد 20 سنه بكى رجع اغسطينوس بيقول ايه؟ كنت معي ولكن من فرط شقاوتي لم اكن انا ايه؟ انا معك. ربنا موجود معنا، ربنا معاك في كل وقت، ربنا يبحث عنك في كل مكان، ربنا ينتظرك طول الزمان، ربنا معك في كل آن، ولكن هل أنت معه؟ هل أنت معه؟ الواحد يسأل نفسه السؤال ده، أنا مع ربنا ولا لأ؟ مش يا ترى ربنا معايا؟ مش يا ترى ربنا شايفني؟ ده ربنا ده أبوك، ربنا أبوكي، إزاي مش شايفك؟ إزاي مش شايفك؟ كل واحد لازم يغير الفكرة عن ربنا، لازم يغير فكرة الخوف، يغير فكرة الرعب، يغير فكرة الطلب والاستجابة، يغير فكرة الغفران فقط، لا، يبدأ يتعامل مع ربنا كأنه أبوه. الأبوي لما نطلب منه حتى بيكون كل واحد منكم كأب نفسه يطلع اللي عنده كله ويدي لعياله. كل واحد الأب الوحيد في الدنيا اللي عايز ابنه أحسن منه. مفيش حد في الدنيا كلها عايز ابنه أحسن منه إلى الأب. هو ربنا شبه نفسه بكده، بل هو بالفعل هكذا، وقال متى صليتم فقولوا يا أبانا الذي في السماوات. الله يعطينا أيها الأحباء أن نعتبر الله هكذا أبونا ونناديه، وأول ما نقول أبانا الذي أو أور فاذر تملي نبص ربنا ونناديه بكل القلب ونقول له يا رب يا أبونا. عشان كده النهارده بنتمنى ان احنا كل واحد لما يجي يصلي ابانا الذي يبتدي كده ايه يزلزل مخه بكلمه يا ابانا في البدايه، وربنا يفتكرنا وربنا يكون معانا، لالهنا كل المجد والكرامه من الان والى الابد كلها، امين.